ليه كنت محتاجة الخروجة الحلوة دي؟ ولو إن مش وقتها. والله اللي حصل ده يا زوزو لا كان على بال ولا على خاطر. معلش حقك عليا. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ وأنت ذنبك إيه يا محروس؟ ده قضى ربنا. الحمد لله طبعًا. بس يعني إحنا ما كملناش شهر جواز. وأنت بدل ما تفرحي دخلت في مستشفيات ودجالين ومتاهات مالهاش تاني. ما تقولش كده، أم صباح دي غالية عليا وخيرها مغرقني. إن كان يا سيدي على الجواز الأيام جاية كتير. ادعي بس ربنا يعافيها. يا رب يا زينب. يا رب. كله عشان رقصت لك. تذكر يا أخويا على الغدوة العسل دي. ده انت كنت بتاكل في اخر زاد خمسه في عينك وانت دافع حاجه من جيبك. الا قولوا لي بقى، هي الفسحه خلصت كده؟ اه خلصت. هسيبكوا ساعتين زمن، اروح اقضي مصلحه واجي. سيبنا فين؟ في الشقه. شقه يا انس؟ شقه يا جدع، افخم شقه فيك يا اسكندريه. الله الله، ده صاحبك ده طلع تقيل قوي. ده لسه دافع ست ورقات بمية في الغدا. بتلمع ولا ايه؟ حد يقول الكلام ده؟ يا جدع سيبها تقول اللي هي عايزاه. اهو يلا بينا على الشقه. هنروح للشقه. هو عم صلاح رد عليك؟ يا صلاح بقى بيكنسل عليا. يبقى أكيد على وصول. ممكن. طب خش أنت صح الحاجة خليها تفوق. والنبي خليها، ده أنا ما صدقت غمضت عينيها ساعتين. عشان بس ما تصحاش وتتخبط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا ستي، اتفضلي يا ستي. بيتك مطرحك، اتفضلي يا ستي. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك أخويا. ده محروس. اخويا الصغير. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج. ايه يا زينب، ام صباح عامله ايه؟ الحمد لله. انت اسمك زينب؟ اللهم صل على النبي، ده اسم بركه، على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طيب اخش انا اشوفها بعد اذنكم. مالك يا زينب؟ عرسان جداد بس لسه ما لحقتوش تعرفوا بعض كويس. اتجوزتوا بسرعه قوي. ايه ده؟ اتعرفت منين؟ حشره بينسون ولا عيني في حمدين بس يخليهم يحمروا قوي. يحضر لك الخير يا عسليه انتي. اتفضلي يا ست الكل. بركاتك يا ست، اتفضلي. ايه اللي اتكسر يا زينب؟ 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 ايه اللي حصل يا زينب؟ 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 زينب زينب زينب
اللي حصل؟ زينب باينني اغمى عليا. قومني قومني يا محروس. انت وقعت كده ازاي؟ تعالي اقعد على مهلك يا زينب. حازم الازاز على مهلك. ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ مالك يا زينب؟ سيب يا محروس. هو لون من اوله بس. مالك؟ انت ليه بتتنفضي كده يا زينب؟ يمكن عشان تخت هشام ما اكلتش طول اليوم. وما اكلتيش ليه يا زينب؟ معلش يا محروس. ما تاكلي يا زينب. انا كويسه. طيب نروح لدكتور؟ اخرج انت للست بره. عيب. ما تولع الست يا زينب. انا مش هسيبك. ما ينفعش تسيبها ده لوحدها يا منصور. اخرج لها. يعني انت كويسه؟ انا كويسه والله. عشان خاطري اخرج. أنا غلطت. كانش ينفع أقتل الواد اللي كان خاطبها ده. أنا يا رب البيل اللي اختصت في قعره ده. هو الكاس طلب معاك نكد ولا إيه؟ في إيه يا عم؟ إيه اللي فكرك بالكلام ده؟ ما تخلينا في الحلمة اللي إحنا فيها. هو صاحبك سابنا أساساً وراح فين؟ أختك هي السبب. عشان اتجوزتها. فهي سابتني وطفشت. اهو احنا اللي تنيلنا بنيلة. عسلية هي اللي نفدت. يا ترى لو قابلت عسلية هتعاون معاها ازاي؟ يا خدتك يا راشد. بتفكر في ايه دلوقتي يا اخويا؟ فكر في نفسك. بتفكر في عسلية؟ طب عليا النعمة. انت لو خرجت دلوقتي وشافوك ليقفشوك ويشنقوك. يا ريت. احسن الحياة ما تلزش قوي يعني. تعرف يا فتون؟ ايه يا اخويا؟ انا عمري ما تمنيت حاجة بجد وحصلت. اه عارفة. تلاقيك يا اخويا كان عليك ندر وانت صغير وما وفتوش. والنبي انت ما عندكش دم. مساء الفل عليكم. انت اتأخرت ليه يا اخويا؟ اه معلش اتأخرت حبتين. كنت بجيب لك هدية يا رب تعجبك. هدية؟ اه هي مش موضة قوي بس لو اتلبست تحت الهدوم تقضي الغرض. حلوة يا اخويا. ايه رأيك؟ حلوة. يا قوي يا قادر يا قاهر يا منتقم يا ظاهر. انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس. العون 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 العون. احضروا وبينوا احضروا وبينوا يا معاشر الأرواح الطاهرة الزكية. انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة. يا صاحب اللطف لطفك بينا. والسمع يا صاحب اللطف لطفك بينا. يا صاحب اللطف كرمك علينا. يا صاحب اللطف بارك الله فيكم وعليكم. بارك الله فيكم. ديانتك ايه؟ عشيرتك ايه؟ وحدك؟ ايوه يعني قد ايه يعني؟ طب ليه اذيتها؟ ابعد لو يؤذوك. تعال هنا صلاح. ابعد ابعد لو يؤذوك. احمونا احمونا يا لطيف اللطف. احمونا يا لطيف اللطف.
يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف علينا يا صاحب اللطف يا لطيف اللطف اطلب بينا في مكان يا لطيف اللطف اطلب بينا في مكان في المقدم يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف يا لطيف اللطف يعني انت يا انس حاضر اللي بيني وبين علي وخوفوا عليها وان انا عملت اللي عشان اجيبها جنبي تقوم تشيلها بودره يا بني ادم افهم مين اللي هيتجنن في دماغه ووقف ست زي القمر كده وهلعها دوما من الباب للطرق وبعدين كلها 3 4 ساعات وتوصل بالسلامه وتقفش الثلاث بواكي يعني انا هسافر لوحدي مش هركب معاك العربيه صح لا 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 انا هلبس انا البتاع ده وقابلك في اي حته ادهولك تقابلني فين يا عم اتحط في مكانك انت لو خطيت خطوه واحده هتتقفش وتروح في داهيه اللي اقول لي بالصلاه على النبي هي البتاعه دي فيها قد ايه بصي لي يا ست الموديل ده فيه 40 جيب كل جيب فيه كيس ب 75 جرام يعني انت هيبقى حضنك 3 كيلو حلاوه 3 كيلو بودره وعايز تديني 3000 جنيه ليه هو كيلو البودره بكام ما تزغرتي بالمره وتجيبي لنا البوليس انا خايف عليك من المشوار ده يا عم انت بتتكلم في ايه بقول لك 3000 جنيه قليلين ما قليلين الصراحه طب ما اكلم صاحبك بقول لك جنيه زياده ده مبدا عندي بعدين قوم البسيه وادعي انه يجي على قدك يلا يا قمر اللي مكتفين اجداد قوي وغضبانين عشان وقعت على واحد فيهم طب هنعمل ايه بقى في المصيبه السودة دي انا عندي اللي صالحنا عليهم بس عقبال ما استدعيهم نتفق فيها كام يوم كده غضبانين ايه ووقعت على حد انا مش مصدق الكلام ده صراحه ما احنا البني ادمين كده جهله ما بنصدقش اللي بنشوفه بعنينا طب يا ستي عشان يحصل اللي انت بتقولي عليه ده ويتم الصلح مع الجماعه دول ايه المطلوب عايزه بخور بس غالي شويه ب 5000 جنيه اقول لك عليه وتجيبه انت ماشي تديني فلوس واجيبه انا ماشي اللي انت عاوزه طب انا عندي حل كويس ادي لحضرتك دلوقتي 3000 جنيه ولما يكمل المبلغ اكملهم لك الخمسه تبقى تجيب انت البخور دي حاجات غاليه وتمنها بالدفع مقدم انا لسه ما اتكلمتش على اي فلوس ليا خلاص يا حاج صلاح اديني دقيقه اروح اجيب لك 5000 جنيه انا هاجي معاك يا محروس استنى انت بص على مراتك هي ام صباح خير ان شاء الله مبروك عليك الجوازة التانية يا عسلية بالصلاة على النبي متفصل عليك بالمل بس تقيل وزي الدهية ومحدش يقدر يستحمله قولي بقى والنبي يا اخويا احكي لي المشوار واحدة واحدة كده هو احنا هنحكي في المحكي ما اكتبه لك في ورقة احسن جرى ايه؟ فتون لو مش هتقدري قوليلي ليه شايفني غرقانة في عرقي ولا ركبي عمالة بتخبط في بعض؟ اديني نمرة الراجل بتاع رمسيس عشان مش معاي هو اللي هيكلمك طب ولما توصل مدينة السلام ايه اللي هيحصل؟ التاكسي هيوصلك لحد الشقة هتطلعي دقيقتين تقلعي الجيلي وتنزلي التاكسي هو هو هيجيبك للشقة عندي شقتي دي اللي هتطلع تقلع فيها اللي هتستلم منك اسمها سيدة فتون أنا عايزك هادية وراسية الحكومة عادي ممكن تطلع القطر ولا يهمك انت برنسيسه ومحجوز لك درجه اولى فتون خلي بالك من نفسك يا اخويا هو انا رايح احارب قطيعه بلا نيله سلام عليكم سلام يا وحش جرايه يا انسي جدع راجل يعني شيل حديد ابو سيدك يا كوثر ما توضحنيش خمار بسم الله ما شاء الله ايه الجبروت ده يا بت تتجوزي واحد وانت على ذمه الثاني اسكتي يا كوثر اسكتي انت هربتي لما راشد قتل الونش اسكتي بقولك اسكتي هسكت بس قولي لي الناس دي دفيعه ومعاها فلوس ما انت هتاخدي 5000 جنيه عايزه ايه تاني ال 5000 دول علاج سلفتك اما علاجك انت بقى فمعايا انا ب 25000 جنيه يا حبيبتي علاج ايه؟ علاج ايه؟ علاج الفضيحة اللي هعملها لك قصادنا سايبك الجداد يا عسلية انا هجيب لك 25000 جنيه منين؟ من جهنم انا مالي انتوا
طب استني علي اسبوعين بس هضحك علي باي كلمه عشان اجيب لك المبلغ. اسبوع ولو ما جبتيش الفلوس يا حبيبه قلبي هقول له جوزك على المستخبي كله يا عسليه. انا اول مره اعرف ان في الخور ب 5000 جنيه. يلا المهم توقف على رجليها للسلام. ايوه يا معلم انسى. تليفونها اتقفل. يا معلم القطر وصل في ميعاده. انا دخلت لحد رصيف وشفته. خليك في مكانك وما تتحركش. هكلمك تاني. سلام. البنت اتمسكت يا انسي؟ اتمسكتش. انا سامع المكالمه مع الواد. تليفونها اتقفل اول ما وصلت المحطه، يعني الحكومه مسكتها. علي لما يخرج هيسلخ وشي. المره دي طمعت في اللي شايلها يا راشد. مستحيل. فتوم ما تعملش كده فيا. ايه يا عم ما توحد الله كده. ايه مالك؟ اجيب لك ميه؟ لا ما تسيبنيش وانا بكلمك، خليك مؤدب. سيبوه يلا. ماشي يا علي. يلا بينا. تعال تعال عادي عادي عادي، ده عشان لسه انت في الاول. عادي عادي، انا حاسس بيك، حاسس ان في حاجه خانقاك من جوه، صح؟ ابلع حزنك، ابلع الحزن اللي انت فيه. واقول لك عيط، عيط براحتك بس من غير دموع. الدموع دي ما تبانش وما تنزلش. انت فاكر السجن اللي احنا فيه هو ده؟ السجن تسجن كل حاجه جواك، دموعك، حتى صوتك، اي حاجه وجعاك. ما يصحش تبان قليل في السجن، ما يصحش. ضعفك داري، قوتك وريها للناس، فاهم؟ فاهم؟ بس عارفة يا زينب، الست اللي اسمها كوثر دي خطيرة جدا والله. شفت عرفت ازاي ان احنا متجوزين جديد؟ ست عجيبة جدا. ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعة اللي لابسينهم صباح؟ لا 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 لا، الحكاية بجد. الست دي بتعرف، صح ولا ايه؟ ممكن. مالك يا زينب؟ انت تعبانة؟ انا ممكن اقعد النهارده ما انزلش. لا لا، روح شوف وراك ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وكل اعماله فسيرى الله اعمالكم ورسوله هو المؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب انا مش هغيب عموما، هدفع بس تامين العربية وتاني جاي. انت هتروح لأم صباح؟ انا هحضر الغدا الاول واروح لها. محروس، خد بالك من نفسك بقى. حاضر. أنا عايزك أنت اللي تاخدي بالك من نفسك. حبيبتي الحمد لله يا رب رزقتني بملكة جمال وعندها الإيمان ده كله في قلبها. طب أعمل إيه؟ وأروح فين؟ ربنا يخليك ليا يا زوزو. يخليك يا محبس. أعملك معايا هريسة؟ حبيبتي.
السلام. مع السلامة. شفتي؟ نسيت المفاتيح. انت اللي يبص في عينك ينسى نفسه. يلا حبيبتي، السلام عليكم. صباح الفل يا باشا. معلش اني بكلمك في البدري. ربنا يوسع عليه، ما يأمر عليك ظالم. بقولك يا باشا، مفيش شيلة جامدة كده عطرتوا فيها كام ساعة اللي فاتوا دول؟ ست ودي اتمسكت بيه. لا ترمضوا لي ايه؟ لا 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 مش هي. ماشي يا عمهم، صباحك رزق ان شاء الله. بس والنبي لو ظهر قدامك حوار زي اللي لغيتك عليه ده بقى لغيني. ماشي، احنا معادنا اول الشهر ان شاء الله. سلام يا عمو. الف سلامه. بقول لك ايه يا عمو انسي، هو اللي انت كلمته ده بيخدم فين؟ في مكتب المكافحه ذات نفسه. سكة من اتنين يا راشد ملهمش تالت. البت دي طمعت في الحاجة وهي في القطر، الشيطان وزها وقالت تخلصها من لكن نفسها. السكة التانية تكون متفق مع البت دي وعايزين تأكلوني اللي ما يتاكلش. لا وعهد الله اللي في دماغك ده ما حصل، ولو فتون هي اللي عملت كده يبقى ضربتنا على علينا احنا الاتنين. مش مصدقك بس ماشي. انت كده كده بتاعي لحد ما اتاكد انك ما بعتنيش للبنت دي، وهجيبها هجيبها هجيبها، كيس واحد من اللي معاها يطلع. ولما اجيبها هي اللي جابته لنفسها بقى، هعمل لها ايه؟ ماشي، انا مش هفكك غير لما ترجع. امرح، عايزك تبرطع. سلام يا برنس. منك لله يا فتون، منك لله يا فتون. ايوه حاضر. صباح الخير. في ايه؟ هي الساعة كام؟ داخلة على 10. وايه اللي جايبك يا فتون الساعة 10 الصبح؟ خير؟ ايه قلة الذوق دي؟ هو انا كنت بايتة في حضنك؟ طب والله العظيم انا ما نمت من امبارح. ما نمتيش من امبارح؟ طبعا، ما هي دي الشغلات اللي بتنيم الناس وش الصبح. طب بذمتك مش الشغل عند فاضل كان احسن وانضف؟ على الاقل هو فنانة راحت، الفنانة جت، بدل الرجوع وش الصبح ومحدش عارف جايه منين. هي الامخاخ الوسخة اللي زيك دي هي اللي بتفكر كده. يا اخي انا كنت في قهوة في وسط البلد قاعدة على كرسي خشب لحد ما عظمي نشف. ما عندكيش حاجة اصطبح بيها؟ هو انت ما عندكيش دم؟ اصطباحت ايه اللي يخلي واحدة زيك تسيب بيتها وتروح تبات على كرسي في قهوة في وسط البلد؟ تصدقي وتأمني بالله أنا غلطانة، غلطانة إني أول ما فكرت أروح لحد جيت لك أنت. ما أنت عيلة إلا وهتودينا في داهية. أوديكي في داهية؟ واضح من كلامك إنك عاملة مصيبة. خير يا فتون؟ في إيه؟ هاتي من الآخر. اسكتي يا بنت، أنا عملت غرزة شقاوة كده بس هتنقلني نقلة تانية خالص.
بس هي محتاجة شوية تظبيط. هتعملي لي قهوة ولا لأ؟ طبعا أعمل لك أحلى قهوة يا حبيبتي من عينيا. طبعا والغرزة اللي حضرتك غرستيها وجاية بيها غرزة شمال. شمال الشمال. أنا كان قلبي حاسس إنك ما بيجيش من وراكي غير الغرز الشمال. بس خلي بالك يا فتون، الشمال بتاعك بيجيب في رجليه البوليس اللي بيجرجرنا على الاسم ويبهدلنا. خلاص يا فتون وقولي كنت جاية وعايزة إيه. انطقي يا زفتة. عايزة إيه؟ هو بعد اللي انت قلتيه ده انا هقول لك حاجه؟ ده انا هفكر اذا كنت احكي لك ولا ما احكيلكيش. اصل الموضوع ده عايز قلب جامد وحد ما بيهموش حاجه. وبعدين انت لا مؤاخذه يا غنوه يا اختي مالكيش غير في الحنكره والبسباسه. لا يا حبيبتي، الشغل ده انت اللي تعرفيه. أنا آخري أشرب كاسين وأسكر، أوكي؟ آخد لي سجارتين، فيري جود، وممكن أخرج وأتبسط لي يومين، أعمل شوبينج حلو وأتبسط، بس ما أخدش فلوس، حد الله ما بيني وبين الفلوس، والحكومة ما بتحاسبش حد على إنه بيصاحب، أنا عارفة إنتي بتبصي لي على إيه. عشان خدت فلوس من فاضل ده لاني شغلتك عنده. ميري يعني زي اي سمسار. يعني من الاخر كده انا عوم على وش الفتة، انما غوص فيها نو. اوكي؟ تصدقي انت بوظتي الفتة على اللي بيحبوا الفتة. عندك حق، انت مالكيش في حاجة خالص. ايوه منفعش في ايه؟ ما تخلصي يا فتون وتجيبي اللي في بطنك بدل ما انت معلقه لي الطعم في الهوا كده. انجزي وقولي عايزه ايه. انا اتخطفت من 3 ايام. اتخطفتي؟ مين اللي خطفك؟ فيك ايه يا بت؟ انت جسمك مورم كده ليه؟ ما تنطقي. لا ده انت دماغك بتدور فيها حاجات كتير قوي وغويطه لدرجه انك مش سامعاني اساسا. سامعاكي. امال في ايه ما تنطقي؟ في ان انا كنت عايزه حد يفكر معايا. انا ما ينفعش اغلط. انا مش هتربى عليا الدنيا اكتر ما هي متربقه. انا مش فاهمه حاجه يا فتون. ولا عمرك هتفهمي حاجه. مش مهم. لو حد سألك عليا، أي حد، أنتِ ما شفتنيش يا أختي. آخر مرة شفتيني وما كنا في القسم. ماشي. سلام. سلام يا فتون. زينب. زوزو. انت فين قطتي؟ حاجة زينة. زينة. زينب. 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 زينب.
زينب زوزو انت فين يا قطتي؟ حاجة زينب 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 اسأل عليها مين؟ دي ضايعة ملهاش حد كده يا زينب كده يا زينب ما توحد الله يا اسطى ما يمكن كل الظن ده يطلع غلط وترجع ما ممكن ترجع لو هترجع تاخد فلوسي ودهبي ليه؟ هي ممكن ترجع صلاح ما ترد عليا يا صلاح انت تقعد تسبح اليوم كله استغفر الله العظيم اتوب اليك يا رب العالمين انا مش عارف النصايب بتحدف علينا من كل ناحيه كده ليه؟ ليه بس كده يا رب؟ ليه بس كده استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يعني ايه؟ طب والحجاب؟ والادب والتقى والصلاة
اللي خلتنا اصلي يا صلاح. انا بقيت اصلي وبطلت ابير. ليه يحصل معايا كل ده يا صلاح؟ وكل ده كان ايه يا صلاح؟ نصيب. كتب؟ النصيب. كانت بتشتغلني؟ يا اسطى ده ما عداش على نزولها ساعتين ثلاثة. يعني استنى شوية. لا تستنى ده ايه؟ ما تستنى. طب اعمل ايه؟ ما تعملش حاجة، انت دلوقتي حالا تروح القسم تقول لهم انها سرقت الذهب والفلوس. يلا بسرعة يا صلاح قبل الوقت ما يفوتنا. طيب. ولما تسأل هي مين ومنين؟ نقول لهم ايه؟ بقول لك ايه؟ اوعى اوعى تقول لهم ان احنا عملنا لها بطاقه وشهاده ميلاد بالاسم اللي هي قالت عليه. اوعى نروح كلنا في داهيه. انت هو ده اللي شاغل بالك يا صلاح؟ اه. نقول لهم ايه؟ ما احنا مش ناقصين نصايب على النصيبه اللي احنا فيها ده. ايه؟ هي ممكن ما يطلعش اسمها زينب اصلا؟ الغريبه اللي ما كانش باين عليها. لا 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 انا في كابوس. ده كابوس ده. ده مش حقيقي. ليه كده يا زينب؟ ليه يا زينب انا عملت لك ايه؟ يا رب. ده منه اتجنن يا عم صلاح. الطف بيه يا رب، ربنا يلطف بيه. بقى دي اخرة المعروف اللي احنا عملناها معانا؟ يترد علينا كده بشر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا ينجينا من الدنيا الظلمة دي، من الناس الظلمة دول. لا حول ولا قوة الا بالله. مش هترجع يا صلاح. مش هترجع. خدتها معايا. هي خدت ايه تاني غير الدهب والفلوس؟ الحرباية. خد يا بنت وخرسي. بس بس تعالي. بالأمانة يا فتون، الموضوع اللي انت جاية فيه الرضا دغري؟ اسم الله على مهامك يا أختي. يا بنت يكونش جوزك ده مدرس جغرافيا؟ ده انا الشاهد. والحمد لله ربنا اكرمني وتاب عليه وقدرت اخليه ينزل يشتغل سواق على التوك توك، وربنا يبعده عن السكه الغلط. بسم الله ما شاء الله. لا يا اختي ما تخافيش، السكه صح. خدي بقى ما تقرفينيش. خدي. هو الواد ده اسمه عاصم؟ لا عصام. اه يا اختي معلش بنسى. والمحروسه دي اسمها ايه؟ شاهيناز. انا هروح ارد على الواد. أمك عواطف وأبوكي رضا واسمك شاهيناز. ده إيه ده؟ ده ايه؟ في ايه؟
بنتي خير؟ خير. انت كويسه؟ ما تقلقيش ما تقلقيش، انا خدت رقم الموتوسيكل وهتصل بالبوليس. ايه ده؟ هي ما بتتكلمش ولا دي الصدمه دي؟ طب تعالي تعالي اركبي معايا، ما تخافيش يا حبيبتي، تعالي تعالي اركبي اركبي. طيب اركبي ما تخافيش. خشي يا حبيبتي خشي، ما تخافيش ما تخافيش. اطلع اطلع. والله والله انا ما افتكرت هدوم مين اللي انت بتكلميني عليها في التليفون، بس قاعده تفكرني بقى فتون وعسليه وبلاء، وانا بقى على ما جمعت. ازيك يا فتون؟ حلو. انا بعمل لك القهوه اهو، واعملي لي معاكي شويه شاي كده في الخمسين. نعناع يا حار. خد يا رضا، انا معايا بودره هروين. طب قومي خشي روطه الميه وانا هدير عليكي. افهم يا راجل، انا معايا كميه عايزه اصرفها، تعرف حد يشتري وتبقى مالي ايدك منه؟ لا لا بلاش الخاطفه دي، بالراحه واحده واحده. رسيني على الدور. اخلص. عندك حد يشتري؟ على فكره انا هديك نسبه، والنسبه هتبقى كبيره، دول 3 كيلو بودره بجد ولا فلوروس على روفو؟ طيب يا راجل انت، بودره نمره 1 اصطف بشوات. بس لو سالوني طالعه منين، ما برضو كميه، ولازم تقولي انت جبتهم منين. من سوق الجمعه. عندك حد يشتري؟ ده بيع وشراء. عندي. هي فتون عايزة منك ايه؟ ابدا. هتعوز ايه؟ كل خير ان شاء الله. سرقت مني 400 جرام ذهب. 400 جرام ذهب؟ و 45,000 جنيه. يعني انت متجوزها وما تعرفش عنها اي حاجة؟ مش غريبة الحكاية دي شوية يا استاذ محروس؟ يعني واحدة اتعرفت عليها ودخلتها بيتك واتجوزتها وعرفتها فلوسك فين؟ وريتها الدهب اللي عندك، كل ده في شهرين ثلاثة؟ أمر الله سعد، هو ده اللي حصل. طيب ما تعاركتوش مع بعض؟ لا. ما شتمتهاش؟ ما مديتش إيدك عليها؟ أبدا. ما شفتهاش بتكلم حد في التليفون؟ جالها رسالة كده ولا كده؟ نزلت وتأخرت في يوم؟ هي لما كانت قاعدة معانا في مدة الثلاث شهور دول ما خرجتش بره البيت، وقبليها كان مقفول عليها الباب بتاع المكتب. قبل كده بقى ما نعرفش عنها حاجة. أنا لما عرفتها ما كانش معاها ورق، كانت بتقول إن الورق بتاعها اتحرق في البيت بتاعهم في مصر. معرفش بقى الحكاية دي كذب ولا تأليف. وأنت صدقت وعادي كده؟ في حد يعمل كده يا محروس؟ أنا عارف إني سلمتها رقبتي يا باشا. أنا عارف. معاك صورة ليها؟ صورة، صورة. معايا. هات يا محروس، هات هات يا محروس، الله يحرسك. ربنا يفرح قلبك ويقدر لنا سعادتك.
اسمك ايه بقى غير محروس؟ روسة. محروس كده احلى وارمل، مش عاجبني روسة ده. محروس لو شفتيها بعد ما اتسرقت كان حالتها تصعب على الكافر. يا عيني ده ايه الحظ الاسود ده؟ ودي اسمها ايه بقى؟ اسمها لبنى يا ابني. طب يا لبنى الورق بتاعك، الورق ايه؟ خش خش. الورق بتاعك، الورق كان في الشنطه اللي اتسرقت. يا ابني يا ابني بتسمع ما تشغلهاش وبتكتب كمان، احنا عرفنا حكايتها كلها بالكتاب. اربع ساعات بتكتب لكم يا ابني؟ ده حالتها تصعب على الكافر، اهلها كلهم ماتوا في ليبيا ورجعت بالهدوم اللي عليها، حتى فلوسها وورقها اتسرقوا. تصور بقى واحده غايبه عن مصر 15 سنه واول ما ترجع تتسرق. هو ده بقى الحظ الاسود. الحظ الاسود اه، ده حظنا احنا الاسود. طب ودي جايبينها معاكوا ليه؟ اتلم والله العظيم بتكلم بجد، جايبينها معاكوا ليه طارق؟ وانا قلت حاجه يا ابني؟ الظروف خلتنا ما ينفعش نسيب بنت زي دي في الشارع لوحدها تتبهدل. ايه ايه قولي لي عايزه ايه؟ عايز تقولي حاجه؟ عايز تكتبي؟ طب استني ثانية واحدة. اوعى اوعى حدي. اتفضلي. خدي حبيبتي. اكتبي. أنا مش خارصة. إيه ده؟ دي طلعت مش خارصة؟ اهدي عليها شوية. أنا كنت بتكلم، أنا جاية أدور على عمي، هو ساكن هنا في المنيا وده الوحيد اللي فاضل من عيلتي. أيوه وعمك ده ساكن فين؟ مش فاكرة كان ساكن فين، هو بيته كان قديم وشارع واسع. لا سهلة والله، اطمنت عليكم. المهم طب اسمه ايه؟ اسمه عبد الرحمن احمد محمد المنياوي. بس خلاص ما تقلقيش ان شاء الله هجيب لك عمك. طيب اسيبكم انا بقى بما انكم جبتوا حاجة تسلوا بيها. هتستنى يا ابني تتعشى معانا؟ عايزة مني يا ابني طارق؟ وبعدين ما رحتش الشركة النهاردة طول النهار في المطعم. وبعدين انت عندك لبنى اهي، طبطبي عليها بقى ودلعيها، اقعدي تفكري بقى هتلاقوا عمها ده فين. جاي معايا ابو طارق؟ لا 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 روح انت، انا عندي مشوار كده هحصلك. سلام. انا معلش حبيبتي ما تزعليش مني، هو طارق كده طول عمره مدب بس والله طيب قوي، معلش ما تزعليش. ما بدل الرغي ده خديها تغسلي وشها وتفوق كده لغاية ما نحضر العشاء. يلا يلا تعالي معي. اتفضلي. حاسس كده ان ربنا حطها في سكتنا عشان ما تتبهدلش البنت في الشوارع. ربنا يكرمك ويجازيك على طيبة قلبك. مطرود أبو
استمر. هربت مراتك؟ هربت صح؟ لا لا لا، ودي عرفت منين؟ لسه قايلين لي فوت ما اسمها زينة ومن براق. سرقتك؟ خدت تحويشة عمره. كم يعني؟ خدت ذهب وفلوس يجي بربع مليون جنيه. اديني 5000 جنيه وانا اقول لك كل حاجه عنها. ايه ايه 5000 بتوع ايه؟ ماشي ايه ماشي صلاح، ماشي ماشي هديهم لك، بس قولي لي هي مين وعملت فيها كده ليه؟ اسمها صليه سعيد، وكانت متجوزاك وهي عزيمه راجل تاني اسمه راشد الغول قتل قتله. ايه ده؟ لا يا صلاح، لا لا لا، الست دي كدابه يا صلاح. والله العظيم كدابه. اقعد اقعد اما اشوفك. انت بتقول اي كلام؟ اقعد يا عم. لا يا عم اقعد. مش عم انا متجوزها بنت بنوت؟ كانت متجوزها ازاي؟ استنى بس اما نشوف وراها ايه. ايه ده؟ انت هتشتغليني؟ جرى ايه يا استاذ محروس؟ ده بيشتروه دلوقتي من الصيدليات، وفي منه اصلي وصيني. هو ده؟ هو ايه ده صلاح اللي في منه اصلي وصيني؟ للاسف اللي انت وقعت فيه يا اخويا. الشرف اسم الله على مقامك. الشرف اسم الله على مقامك. استغفر الله العظيم. مين اللي انت كنت مجوزها لي ده يا صلاح؟ استغفر الله العظيم. مين بنت الكلب دي؟ استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. مين اللي بعتها دي؟ استغفر الله العظيم. ايه اللي بيحصل فيا ده؟ استغفر الله العظيم. بقول لك ايه؟ قولي لي هي فين وهديك كل اللي انت عاوزاه. هي فين؟ يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. ايه يا رضا الفيلم الهندي اللي انت عملته على مراتك ده؟ اثار ايه وتماثيل ايه الكلام ده؟ ما لو عواطف عرفت ان المصلحه مخدرات يعني مش هتسيبنا في حالنا. عشان كده فضلت طول الليل ارغل ارغل ارغل، ما نامتش ما ارتحتش الا ما قلت لها الكلام ده عشان تاخد العيال وتمشي. ما انا عارفه يا اخويا، ما انا كنت مريحه على الكنب وسامعه الزعيق والزنه لحد الفجر. ما سكتتش الا ما قلت لها انا عملت في الموضوع ده 100,000 جنيه. وسعت منك دي. اللي اقول لي يا رضا، هو التاجر اللي انت جايبه يشتري انت مالي ايدك منه؟ يعني تعرفه من زمان؟ لا معرفوش، ده ما جايب الواد ناشد صاحبي. بس الواد ناشد صاحبي ده انا اضمنه برقبتي. رضا انا عايزك تبقى ضهري، يعني الدفع فوري، البقعه على راس الميت، ياخدوا البضاعه يدونا فلوسنا. ماشي تمام، بس قولي لي فتون، يعني هي البضاعه دي قريبه منك؟ يعني ربما يعني الراجل يحب يطلع عليها. يا اخويا البضاعه قريبه تحت ايدي. صباح الفل يا رجاله. اهلا يا حبيبي. بقول لك ايه يا برنس والنبي؟ امرنا. الامر لله. انا مش معايا سجاير. طب وانت عايزني اعمل لك ايه؟ يعني ابعت هات لي سجاير. ده أول كشك بعد 15 كيلو. كلم المعلم يجيب لك. طب ما تجيب سيجارة. عاوز سيجارة؟ يا ريت. يا عيني. ربنا يكرمك. رجالة. الله العظيم. تسلم.
آخر واحدة. في ايه بس؟ انت عايزه تخرجي؟ عايزه تجيبي حاجه يعني من بره؟ ولا عايزه تروحي لعمك؟ في ايه؟ انا مش فاهمه. طب اكتبي. تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي اقعدي جنبي، تعالي اقعدي. في ايه؟ قولي لي. انا مش فاهمه. طب بصي، خدي خدي اكتبي لي. انا ضايقتكوا كفايه بقى، لازم امشي. ضايقتينا ايه بس؟ ما البيت واسع هو الحمد لله. وبعدين انت لو مشيتي هتروحي فين؟ هدور على شغل اكسب منه فلوس اعيش بيه لحد ما الاقي عمل. هو انت مش عايزه تقعدي معانا؟ انتوا ناس طيبين قوي، اكرمتوني، كفايه عليكم كده. بصي بقى، هي كلمه واحده، انت هتفضلي قاعده هنا معانا ومش هنسيبك الا لما نطمن عليكي. امسكي، مفيش الكلام ده، امسكي خليهم معاكي. خدي اسمعي الكلام، اسمعي الكلام، خليهم معاكي. لا خليهم كلهم كلهم معاكي، كلهم معاكي يا حبيبتي. طب بقول لك ايه يا ماما بقى، انا هاخد لبنه ونروح كده نشتري شويه حاجات، وممكن نعدي على بابا في المطعم، ايه رايك؟ فكره حلوه، انا شايفه كده برضو. انت اخرجي معاها اتفسحي وغيري جو. خلاص يا حبيبتي، انا هطلع اغير وانزل اخد على طول. ماشي شويش وبالراحة بالراحة. اشتري ما ندهيش. حاضر يا اخوي، حاضر. ادخل يا ناشم. اتفضل يا معلم. الست فتون. ازيك يا فتون؟ ازيك يا ابو هناء؟ يا مرحب يا مرحب. الدنيا دي ضيقة قوي. الله، ده انتوا طلعتوا معرفة بقى. معرفة قديمة وجيرة، وجوزها كان حبيبي. يعني كده الكلام بقى مش محتاج كباري. اخلع انت يا ناشي. اخلع؟ مصلحتي عند مين يا معلم؟ عندي. يا صاحبي، ما انا زيي زيك. لا انت مش زيك زي اي حد. انت قريبي، وانا ببيتك وفي حمايتك. اقعد. الله الله الله، ايه يا ست الكل؟ الله، هو احنا جايين نتعارك مع بعض ولا ايه؟ انا قهوتي على الريحة. قوم اعمل له القهوه. عارفه يا ست الكل، انا اخر مره شفتك امتى؟ لما كنت بترقصي في الكباريه. بصراحه كده انا اتكيفت منك. تمام، انا هدفع 50,000. يفتح الله. لا لا يا معلمة، لا مش كده، انا جيت ومش هحلك الا لما اخد البضاعة. هو ده الكلام؟ لا 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 لا، ده مش كلام يا معلم. هو ده الكلام؟ وانت ما تتكلمش. الله، انا هاخد 100,000 جنيه. كتير.
خلاص زي ما بيقولوا الناس نقسم البلد نصين. هو مش قالك ما تتكلمش؟ بتتكلم ليه؟ لا في دي بقى عنده حق، عشان احنا لا مؤاخذه في بيته يبقى 75,000. فين البضاعه؟ وانا اوريك البضاعه ليه؟ هو انا كنت وافقت. الله ما خلصنا بقى. 75,000 حلوين مش قليلين. طب فين الفلوس؟ نص ساعة وتكون عندك. لا أنا مش ورق أبعد، أنا ساعتين عقبال ما أروح بولاق وأجيب البضاعة وأجي. بولاق؟ أنت مكمرة البضاعة بشقتك في بولاق؟ آه، أمال يعني هكمرها فين؟ أنا هخطف رجلي أروح لبولاق أجيب البضاعة وأجي، وأنت تعمل تليفونك وتجيب الفلوس، ومش هرجع على هنا غير لما أكلم رضا على المحمود، قال لي الفلوس موجودة هاجي. ماشي. طب ابعت حد معاك يونسك؟ لا تشكر، التاكسي اللي هيوديني هو اللي هيجيبني. سلام يا اخويا. سلام. كده بقى 75,000 وسبعة ونص بتوعي عمولتي 10%. تمام؟ كده بقى تشرب القهوة ابن عم. أوامر يا مولانا. عارف فتون طبعا. يعني استناها بمكنة وقتورها لحد ما ترد المواطن. أمين. حاضر يا معلم، أكلمك في كل محطة كمان. ماشي، سلام يا كبير، بالسلامة. هات مفتاح المكنة. رايح فين؟ مشوار ساعتين وجاي. يلا سلام. حلقة عظمة ايه؟ اطلع لابوك بقى عصام واساله، القصة دي كريستيانو رونالدو ولا مش كريستيانو رونالدو؟ كريستيانو رونالدو. يلا جدع. السلام عليكم. عليكم السلام. في واحدة اسمها عسلية ساكنة هنا، مش ده بيتها؟ هو دور الأرض بس الشقة فاضية مفيش حد. هي ما جاتش اليومين اللي فاتوا دول. عسلية؟ طفشانة بقالها شهور. انت بتسأل عليها ليه؟ طب ما تعرفش اختها فين؟ فتون؟ غطسانة بقالها يومين ثلاثة. قول لي بس انت عايز ايه وانا اريحك. ريحني بس. شكري يا سيدي. ايه التايه ده؟ السلام عليكم. انا عايز اعمل محضر سري. خش جوه. مش فتح. شكري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز اعمل محضر سرقه. انا اتسرقت في اسكندريه، عملت محضر هناك ودي صوره المحضر. فين الشقه يا ابني؟ ها ايه المشكله؟ طيب المشكله ان مراتي سرقتني. هي اسمها هنا عسليه وفي اسكندريه اسمها زينه. عرفت منين بقى ان مراتك عسليه بتاعت القاهره هي زينب بتاع اسكندريه؟ عرفت من واحده كده. ايوه، مين الواحده دي؟ واحده ست كده بتاعت ربنا مكشوف عنها الحجاب، كانت جايه تعالج مرات اخويا يعني مبقاش فيها، فشافت عسليه دي مره واحده قبل ما تسرقني، ولما جت بعد كده عرفت كل اللي حصل لوحدها. والست اللي مكشوف عنها الحجاب دي اسمها ايه؟ اسمها ما هي دلتني ان عسليه دي هنا وموجوده في بولاق و اسمها ايه؟ اسمها الشيخة كوثر. الشيخة كوثر. وطبعا خدت منك 5000 جنيه صح؟ انت مكشوف عنك الحجاب برضو يا باشا؟ انت عرفت منين؟ دي نصابة ومتسجلة عندنا نصب. هي ست كبيرة كده شوية وتملي بتلبس عبايات سودا صح؟ صح مظبوط. نصابة بس برضو مكشوف عنها الحجاب، هي ما كدبتش عليك. كوبانية واتعملت عليا، يعني كوثر دي معاها؟ ازاي؟
يا باشا دي ما كانتش تعرفها اصلا. وانت لما جيت تتجوزها ما شفتش في شهاده الميلاد ولا البطاقه اسمها زينب ولا لا؟ يا باشا هي ورقها كله ورع هنا في البيت لما اتحلق بيتهم في بولاق. فلما نزلت اسكندريه عملت شهاده ميلاد وبطاقه وكده وعملنا لها فيش وتشبيه وطلعت ما عليهاش حاجه. هي مش متسجله عندنا. طيب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انت هتستنى هنا معانا شويه لحد ما يجي رئيس المباحث، وبعدين بقى تبقى انت تحكي له حكايه زينب دي من الاول خالص. يا باشا انا احكي لاي حد بس غيتوني. طيب اتفضل. والله العظيم سرقت صيغه مراتي كلها شقى عمري. ان شاء الله هنرجعها. والله العظيم ان شاء الله. اتفضل بس هي عمري. من هنا انا ما اعرفش، انا من اسكندريه كنت جبتها. هنرجعها ان شاء الله بس اتفضل هنا. الله يبارك لك. اتفضل. تعالي يا لبنى تعالي. بس ها يا ستي، ايه رايك بقى في المطعم بتاعنا ده؟ يعتبر اكبر مطعم في المنيا كلها. ايه رايك، عجبك؟ هاي طارق، بابا فين؟ بابا لسه ماشي. ماشي. اهلا اهلا. تعالي تعالي اقعدي. ازيك يا نبيل؟ مساء الفل يا ست الكل. لحظه واحده وهتلاقي الترويزه زي الفل. هات لي والنبي النسكافيه اللي بتجيبه لي كل مره. عينيا. تشربي ايه يا لبنى، شاي ولا نسكافيه زي يا عم؟ هتلاقي ليمون. وهات لي قهوه. عينيا يا باشا. قولي لي بقى عمك ده اسمه ايه؟ هاتي هاتي، انت تفضلي ماسكه الحاجات دي. هاتي نبيل، هات لي ورقه وقلم. عينيا يا باشا. اكتبي لي اسم عمك هنا. مساء الخير يا معالي الباشا. كل سنه ومعاليك طيب. والله يا سياده اللواء انا مكسوف منك، كل مره اكلمك ابقى عايز منك خدمه. ده عشمنا يا باشا. واحد اسمه عبد الرحمن احمد محمد المنياوي، مواليد المنيا. كنت عايز عنوانه بعد اذنك. لا لا يا باشا مفيش مشكله ولا حاجه، شايلينك للتقيل. دي واحدة قريبته بتدور عليه. شكرا يا باشا. تعبك معايا. اتفضل. اتفضل اتفضل اتفضل. ها ايه الأخبار؟ بكرة ست القانون هيبقى عندك. نبيل، هاتي القهوة بتاعتي جوه. طول يا باشا. جوه أنت مش هتوصلنا؟ أوصلك أنت لسه جاي. اركبي تاكسي. تاكسي؟ ما تروحوش في حتة أنا جاي لكم. ها؟ خش أعمل مكالمة تليفون وأرجع. هو طارق كده على طول، بيبقى في الشغل متعصب ومش طايق نفسه. بس قولي ايه رايك بقى في المطعم بتاعنا؟ حلو صح؟ هتتبسطي بالحاجات اللي عملناها شعبية جميله. ايوه سمير، لا خليك زي ما انت. هي مش جايه، انا في المقطم وراجع. سلام. تبقى حلقت لنا. يعني بتكذب عليا عشان تخلص مني، والهيروين مش في بيتها، في حته تانية. في ايه؟ مش قريبتك وانت اللي قلت سعاده. والنبي انت ما هتجيبها لبره واخرتك هترجع السجن تاني. وجيني منعتها لك في البيت. في داهية. ماشي يا ولد. ماشي يا ولد انا هوريه. يلا يا سوا. يلا يا عيال، يلا يا شاهيناز، يلا يا بنت. يلا يلا يا ولاد، خلي ابوكوا في الهرم بتاعه. يلا يلا بينا، مالناش نقعد هنا. يلا. غنوة، خدي. خدي ايه وزفت ايه؟ انت ايه اللي جايبك هنا وقاعده دلوقتي في وقت متاخر زي ده؟ ما انا عديت عليكي في البيت ما لقيتكيش، قلت اكيد تبقي هنا وزهقت والله. ده انا كنت هقوم اخبط عليكي. تخبطي عليا فين؟ انت اتهبلتي ولا ايه؟ مهم، هاتي من الاخر، عايزه ايه يا فتون؟ عايزه منك خدمه صغيره بس. خير؟ تعدي على علي في السجن تساليه سؤال وتاخدي الرد. ده كل الموضوع. بس انا ما اقدرش اعدي عليه يا اختي، انا بقالي كتير ما عدتش عليه. ده ممكن يضربني ويموتني ويفرج عليا امة محمد عشان خاطري يا اختي. ماشي يا فتون، هروح لعلي. بس دي بقى اخر خدمة هعملها لك فتون. انا مش عايزة مشاكل. والنعمة اخر خدمة. انا مش بتاعت مشاكل، مش عايزة مشاكل والله. ماشي، يلا بينا نروح على البيت.
طب عندك اي حاجه في البيت ناكلها؟ جعان. وانت على طول همك على لحم بطنك كده. امشي. ايه ده؟ لا يخرب بيت سنك، فضحتينا. اركبي يا اختي من هنا، انا هركب الناحيه الثانيه. اركبي يا بيئه. يلا يا راي. ايه يا صلاح؟ لسه في القاهرة، مش هرجع دلوقتي يا صلاح. والله يا صلاح ما هرجع غير لما الاقيها. طب يا صلاح، يا صلاح اقفل دلوقتي وسيبني شوف انا هعمل ايه. اقفل دلوقتي وسيبني انا اشوف انا هعمل ايه. يلا سلام. هي قالتلك انها خايفه تيجي تزورني؟ ايوه، وخايفه كمان تيجي لانت تضربها. اضربها؟ انت جايه ليه؟ اصل هي قالت لي اقول لك انها مش هتقدر تزور عمتك تاني ولا عمتي تزور. مين؟ انت بتهزري؟ انا معرفش حاجه، هي اللي قالت لي اقول لك كده. قولي. وقالت لي كمان ان هي عندها بسبوسه من اللي انت اكلت منها قبل ما تدخل السجن. قولي تاني. في توم بتقول لك ان هي عندها طبق كبير من البسبوسه الحلوه اللي انت اكلت منها قبل ما تدخل السجن، وبتقول لك كمان ان هي اخذته من انسي، وهي دلوقتي محتاره ومش عارفه توديه فين او تديه لمين. يا نهار ابوك يا اسود يا فتون، يا نهار ابوك يا اسود. يا عم انسي، يا عم انسي. انا تمام، فهمني بس، انت هتفضل حابسني زي الفار كده كتير؟ انا من صباحيه ربنا على لحم معدتي وعلى لحم دماغي، لا عارف انزل اجيب اكل ولا عارف انزل اجيب سجاير. يا ريتك يا ابني سرقه مني قميص. انا متعور في كتير، يعني لو ما خدتهمش لحم من جدتكو احبسك بيهم 25 سنه ومحدش يسالني في حاجه. طب ممكن موزه؟ هتعمل بيها ايه؟ ده عام ما اكلتش حاجه. خد موزه. طب والنبي يا عم انس، انا مش عايزك تزعل بس يعني برضو اكلت الموزه. شد ده، انا هشبعك موز. عيل ابو شكلك زباله وطي. اذا انت لسه ما غيرتيش؟ ما تغيري هدومك يا بنتي. مش عايزه اغير. هو ايه الهبل والعبط ده؟ هو مش انت اللي قلتي انك بايته ثلاث ايام في الشارع باللبس ده؟ مش عايزه اغير، انا حر. لا ما هو انا كده بقى هبتدي اقلق. انت بطريقتك دي محسساني انك هتفتحي الباب وتجري تهربي. فتون فهميني كده بالراحه اول الحكايه واخرها، عشان انا لما رحت لعلي قلت له الصيني اللي انت بعتيه معايا بصراحه كان بيتشال ويتهبد، وكنت حاسه انه هينط يجيبني من زماره رقبتي، وبرده ما رسنيش على حاجه. ولا انا هرسكي على حاجه، اديكي رحتي وخلاص. فتون هو انا لو قلت لك ان انا مش عايزاكي تقعدي معايا هنا عشان انا قلقانه من اللي وراكي ومصايبك اللي ما بتخلصش، هو انا كده ابقى غلطانه؟ طب والنعمه الشريفه، انا عمري ما عملت حاجه غلط. تبنا الى الله يوم ما اتجوزت. استني استني، مين؟ طبنا مين يا اختي؟ يعني في حاجات وحاجات يعني. مهم يا اختي، انا هفضل قاعده لحد ما علي يكلمني في التليفون. لا هروح ولا حاجه ولا حد هيعرف اني هنا. خلاص؟
برضه مش مصدقاك يا فتون. يا بنت بقول لك لما رحت لجوزك كان خلاص هينط في كرشه وهيجيب رقبتي ويقتلني. بص يا فتون، انا بصراحه زهقت من مشاكلك، من الاخر خدي الفلوس اللي انت اديتيها لي وامشي، كمان مش عايز اشوفك تاني. طب اديني الشريحه بتاعت التليفون احطها في تليفوني، واول ما علي يكلمني هديك الشريحه وامشي. لا والله هبل انا يا بت، يعني اديكي تليفوني واتقطع انا عن الدنيا واخرب مصالحي عشان ايه؟ عشان عيونك ولا ايه؟ انا عارفاكي هتفضلي تلفي وتدوري وتلفي وتدوري لحد ما تعرفي الموضوع. انا اقول لك على الموضوع يا اختي، اصل انا معايا تمثال دهب وعاوزه ابيعه. هبتي يا بنت اللعيبه، البسبوسه الحلوه. طب والله كنت عارفه. طب ولو بعته بقت بنت هديكي قرشين حلوين يرستقوكي سنه بحالها. طب بامانه كده سرقتي مني؟ خراسي الا سرقه دي، دي عمولتي في صفقة كبيرة. طب بالنسبة لنصيبي في عمولة الصفقة الكبيرة لما تتباع كيف؟ مش لما بقى تنيل ابيعه؟ ها هتقعديني ولا اقوم امشي؟ ترزعي هتقعدي وهتاكلي هدي يا اختي وهتشربي احلى كوباية شاي. ربنا يستر عمرك ومصحة الله. هاي يا دكتور، ايه الاخبار؟ طمنا. انا شايف ان مفيش اي مشكله خالص، عضويا هي سليمه. سليمه ازاي يا دكتور؟ يعني معنى كده ان هي اللي مش عايز تتكلم؟ واضح كده، واضح ان عندها مشكله نفسيه. الكلام اللي انتوا بتقولوه بياكد كلامي، انصحكم تعرضوها على دكتور امراض نفسيه وعصبيه. ايه ده؟ يعني معنى كده ان هي مش عاقله؟ ايه يا مها؟ ايه مع الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ مش انا يا ماما اللي بقول، الدكتور هو اللي بيقول. انا بشكرك جدا يا دكتور. ميرسي. يلا ميرسي يا دكتور. يلا تعالى. بالراحه، اهدى على نفسك شويه يا علي. اللي انت بتعمله دوت مش هينفع اللي بره، وهيضرك ويأذيك وهيخليك مش هتعرف تفكر. صح، انا عايز افكر. حلو، هتفكر في ايه بقى؟ ان انت ممكن وانت قاعد هنا وببساطه قوي تسند اللي انت عايز تسنده بره بالتليفون. صح، عايز تليفون. اعتبره حصل يا اخويا. قال كمال انزل شوف لي مين نبطش النهارده بسرعه. فتون، ايه ده؟ فتون انت يا بنتي. علي على التليفون، قومي انت. علي. مقتوله. علي 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 انت لو بتحسيش انت نايمه وانا هتجنن هنا. انت عارفه عملت ايه؟ انت عارفه لو انسي مسكك هيعمل فيكي ايه؟ رجعي الحاجه بتاعت انسي يا فتون. مش هيحصل يا علي. بقول لك ايه يا اختي؟ سكه بقى شويه كده، عايزه اتكلم انا وجوزي في حاجات ما ينفعش حد يسمعها. سكه في بيتي؟ ده ايه الفجر ده؟ ايوه يا علي، اللي حصل حصل بقى. والهيروين معايا. انت مجنونه وغبيه. اه انا غلطانه وبنت سكينه، بس هعمل ايه يعني؟ ما اقدرش ارجع لانسي بعد اللي عملته فيه. امال راشد فين؟ راشد معايا، شيلوني البضاعه وركبوني قطر اسكندريه وانا هربت في رمسيس. راشد ده مفروض ان انا اللي مسؤوله منه. الله، بس انا ما اقدرش عليه، ده قاتل اتنين. قول لي علي، هو انت يعني عندك سكه تبيع بيها البضاعه ولا ادور انا على سكه؟ معي. يا تونة يا حبيبتي، أنا خايف عليكي، والكلام اللي هقوله هو اللي هيمشي. البضاعة اللي أقولك اتمسمري عندي غنوة، ما تتحركيش إلا لما أكلمك تاني. أيوة كده،
هو ده الذكر بتاعي. ايوه حسسني انك خايف عليا. مش من اول المكالمه دب 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 مفيش ازيك وحشتوني يا تونه يا تنتونه. ايه يا اخي، هو انا كنت بايته في حضنك؟ وحشني كلامك يا علي. تونه عشان خاطري ما تتحركيش، فاهمة؟ عشان خاطري. لا يا أخويا، مش هتحرك من هنا ولا خطوة واحدة، قاعدة مستني. سلام يا أخويا. دي رسالة من اللي هو شعبان يا حاج. في واحد اتنين تلاتة اربعة، في تسع اسماء شبه اسم عمها بتواريخ ميلادهم بعناوينهم. سهل، تلات اربع ساعات نكون لفينا على كل العناوين دي، واكيد هي لما تشوف عمها هتتعرف عليه، صح؟ اهو وانا هاجي معاكي. وانت تروح معاهم يا طارق؟ اروح معاهم فين يا حاج؟ انا فاضي للكلام ده. ابعت معاهم سواق. سواق؟ لا ما ينفعش. يا ابني في ايه؟ انت محسسني ان انا قاعد مع محافظ المنيا يا حاج. يعني انت عايز نسيب شغلي واقعد الف مع واحده تايهه على عمها اللي عمرها ما شافته؟ هي كلمه واحده، هتروح معاهم يعني هتروح معاهم. حاضر يا بابا. والله انت ما ينفعش غير ابوك. يعني هتيجي معانا بعد الغدا؟ بالليل لما ارجع. بالليل؟ هو انت هتعدي على الناس بالليل تسالهم انت عمها ولا مش عمها؟ ايوه يا ماما، هخبط على الناس بالليل عشان انا مش فاضي غير بالليل. خلاص يا ستي، ما انا تحت امرك انت وشاهين بيه ومرات شاهين بيه. مالكش دعوه بيا. ليه كده بس يا ام طارق؟ ده انت حبيبي. ماما مش هترضى عنك غير لما تعمل لها اللي هي عايزاه. وطبعا انت عارف انا عايزه ايه. مش ههدى الا لما تتجوز وتبقى في بيتك. طب اعمل ايه اذا كان ال 100 مليون عروسه اللي انت جبتيهم ما عجبونيش؟ وبعدين انت مستعجله على ايه؟ ما كده كده هتجوز. وفي الاخر يا ست اللي هجيبها لك هتعجبك وهتبقى على ذوقي. خلاص يا سيدي، اختار العروسه اللي تعجبك، احنا مالناش اي شرط غير انها تبقى بنت ناس ومن عيله، والعائلات اللي في المنيا معروفين يتعدوا على اصابع اليد الواحده. ميل انت على اي عيله واحنا نكلمها لك. حاضر يا حاج، حاضر. يلا مد ايدكوا كله. اتفضل. علي، علي. الو. يعني انت يا علي يا روي عايز تقول لي انك اتغفلت؟ يعني غنوه اللي زارتك امبارح ما قالتلكش مكان البودره فين؟ انت شايلتها 3 كيلو وراشد وافقك على كده؟ ماشي، خد اقعد افتح السبيكر. يا علي، هي دي الرجوله؟ تشيل مرات مخدرات وتركب العربيه مع انسي في الامان؟ يا ذكر يا عره القرايب يا قله. طب بتشتم ليه دلوقتي يا علي؟ على فكره انسي سامعك وهو اللي شايلها الحاجه. الله، راجل معادنا عنده بيصرف علينا، عايزني اقول له لا؟ فتون اكيد اكيد عندي خالي زينهم في شقته الجديده. غنوة قالت لي كده لما زارتني، لما راحتش الشقه من اسبوعين. عندي خالي زينهم اللي فتون باتت عنده ساعه جوازك. ايوه فهمت، خالي زينهم. ماشي يا علي، انت مرتني معاك انت ومراتك واختها، انا ما بيجيش من وراكوا غير المصايب. تروح عند خالي زينهم ولو لقيتها ترجع الحاجة بتاعت أنسي. بقول لك إيه؟ هي كلمة بناهية. من النهاردة أنا ماليش دعوة بيك ولا بمراتك. أنت بتتني وبتتفرد عليا عشان أنا في السجن. حاضر يا راشد. اللي بقوله تسمعه يا راشد وتنفذه. فهم؟ صح؟ في إيه يا علي؟ مالك في إيه؟ ما أنت لو راجل صحيح ما كانتش مراتك بنت المجنونة عملت كده مع الراجل اللي قوينا. احنا هنقعد نهبش في بعض كده كتير؟ ايه؟ هات اخلص. ايه علي يا روي؟ فين؟ هطلع على هناك دلوقتي يا علي يا روي. ماشي. انت عارف العنوان اللي قال عليه ابن عمك ده؟ عارفه. طيب يا علي يا روي، مش هأذيها يا علي يا روي.
بس كده يبقى ليه عندكوا اتنين. سلام يا وحش. صدقت بقى ان انا ما كنتش بحور عليك؟ شفت؟ ماشي يا فتون. ماشي. كابيلو! ده انت خيرك مغرقنا يا حاج. لا لا تحت امرك. لا سلم على الجماعه والاولاد. ماشي يا الله يسامحك يا حاج على اللي انت عملته فيا. مع الف سلام. قعدت تقول لي الموضوع مش هاخد منك وقت، مش هاخد منك وقت، اديني اتبهدلت. طب كويس، ما تتبهدل تتعلم. ايه اللي حصل؟ انا جاي لك تقول لك ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ التسعة طلعوا ما يعرفوهاش. يعني ايه ما عرفتوش توصلوا له؟ بصراحة حاج ما تزعلش مني، انت وامي غلطتوا غلطة كبيرة قوي لما جبتوها تقعد معانا. يا ابني افهم، كانش ينفع نسيب بنت زي دي في الشارع لوحدها. ماشي يا حاج، بس ادينا ما لقيناش عمها. تقدر تقول لي بقى هنتصرف ازاي؟ في ايه يا طارق؟ ما هي البنت قاعدة معانا هنا لحد ان شاء الله ما نلاقي اهلها. قاعدة معانا فين؟ افرضي وراها مصيبة. يا ابني يلا استني بس، اقعدي اقعدي، انت مش ماشية، تعالي بس اقعدي. يا اخي خلي عندك دم، في ايه تحرج البنت كده؟ وانا هقول لك كلمه تحطها حلقه في ودنك، مالكش دعوه بيها وهي مش هتسيب البيت. البنت دي في مسؤوليتي انا، اعتبرني متبنيها. لا لا يا حاج انا مش موافق على اللي انت بتقوله ده على فكره. انا مش باخد رايك، انا بقول لك قرار. عاجبك كده؟ استريحت؟ كسرت بخاطر بنت غلبانه؟ اه استريحت. انت ما عندكش احساس. مالك؟ مين اللي زعلك؟ ده يا في اللي ربوك. ايه ده؟ حد يفهمني فيه ايه؟ مين اللي مزعلها؟ اسأليهم. اسألهم؟ ممكن حد يفهمني ايه اللي حصل؟ مالها ماشيه زعلانه كده ليه؟ خلاص خلاص اقعدي. عمتها فكرة أنا مش ضدك يا لبنى، والله العظيم أنا مش ضدك، بس أي حد مكاني لازم يعرف أنت جاي منين ووراك إيه. لا مش هتمشي، خليكي، أنا هدور لك على عمك ده تاني بجد.